مشاهدينا، بما أنه حلقتنا اليوم عن جراحات السمنة، فمن الأثار الجانبية المتوقعة لأي جراحة من جراحات السمنة هي نشوء علامات الترهل لدى المريض اللي أجرى هذه العملية، خصوصاً إذا خسر وزن قياسي بصورة سريعة وما التزم كلياً بالرياضة. يأتي هون دور طبيب التجميل، بعد ما تعدينا مرحلة جراح السمنة يجي دور الجراح للتجميل. تجرى عملية لشد هذه الترهلات وقص الجلد الزائد. اليوم عندنا حالة مثل ما انتم شايفين، انا واقفة على باب الثياتر، راح نتحدث عن هذه الحالة وكيف تجرى هذه العملية مع ضيفنا لليوم الدكتور ضياء إحجازي، أخصائي جراحة التجميل والترميم. تفضلوا معنا على العملية مشاهدينا. يعطيك العافية دكتور ضياء. أهلين أهلين عياد. دكتور، إحنا قلنا في الانترو للفقرة بأنه رح نتحدث عن عملية شد الترهلات. أيوة. لمريض أجرى عملية سمنة، جراحة. نعم. سمنة. صحيح. نتحدث عن الحالة الموجودة معنا. هاي حالة لشاب أجرى عملية، واحدة من عمليات السمنة اللي مشهورين منهم التكميم أو تحويل المسار، وفقد 100 كيلو من وزنه، كان وزنه 180، أصبح الآن 80 أو أقل، حتى صار 73. فطبعاً في كتير أمور تحسنت في حياته، بس الشغلة أنه صار في عنده ترهلات بعض المناطق، وهذا متوقع لما يفقد إنسان 100 كيلو من وزنه ممكن يصير عنده ترهلات في بعض المناطق. هلأ لما يصير هيك شيء المرضى ما في لهم يلجوا إلا لجراحين تجميل، فإحنا بنسوي له عملية شد منطقة الصدر، لأنه عنده منطقة الصدر مترهلة فيها ترهل شديد بصراحة. يعني حكالي شفنا بصراحة شفنا كمية الجلد الزائد اللي شلته. صحيح. حكالي يعني بحكي لي أنا جعبالي أروح البركة بدون ما حدا يطلع علي هيك بشكل غريب، لأنه مسكين يعني معاناة برضو الترهلات. أمانة هاي المشكلة اللي تواجه غالبية المرضى اللي يجروا جراحات علاج السمنة، بأنه يصير عندهم جلد زائد، يضطروا يلبسوا المشدات. صحيح. هم حافظوا على النحافة اللي بدهم إياها، لكن القوام مو نفس القوام. صحيح. بما أنه في جلد. صحيح. وفي ترهلات. ممكن يجيك مريض عنده ترهل نقول متوسط أو خفيف. أيوة. وتجري له الجراحة ولا لازم يكون ترهل شديد؟ هلأ الجراحة طبعاً تحكي يعني هذا آخر حل للترهل الشديد. إذا في عنده ترهل بسيط بنحاول لا نسوي له مثلا شفط دهون، في كمان صارت تقنيات جديده لشد الترهلات البسيطه بنحاول نستعملها، اللي في المحصله ما بكون مريض عنده ندبه كبيره، لانه الجراحه بتترك ندبه كبيره، فطبعا بنحاول لا انه ما نسوي جرح كبير. بس دكتور، حتى الندبه قلت لي بانه يترك اثر سكار ولكنه مو بمرحلة يكون جدا واضح، صح؟ هلا احنا بنحاول دائما في جراحة التجميل نخبي الندبة في منطقة مخفية، مثلا معظم الندب ممكن لو الانسان بيلبس مثلا ملابسه الداخلية العادية ما بتبين منها. هلا في محلات زي منطقة الصدر بالنسبة للشاب بتكون يعني موجودة مخفية. بس اللهم بنحطها في تانيات طبيعية، في تانية منطقة الصدر ما تيجي. انت قاعد تسوي بالضبط. هذا يرجع امانة لمهارة الجراح في اختيار مكان الجرح، صح؟ طبعا. بالمحصلة أنا كل مرضى الشد الترهلات بحكي لهم هي عملية مقايضة تخلص من الترهلات، وممكن تأخذ محلها أثر، بس الأثر يعني وطئه أو شكله أخف بكثير من موضوع ترهل. يعني في مرضى بيشكولي أنا لما أمشي بسمع صوت الجلد عم بضرب ببعضه. فهدول بنتبهوا من هذا الموضوع تماما. بالإضافة الترهلات مرات بتسبب حتى التهابات فطرية وتحسس جلد طيب دكتور، هي ترهلات تحصيل حاصل لعمليات السمنة ولا ممكن مريض أجرى هذه الجراحات وجلده ما صار فيه ترهل، يعني يرجع إلى طبيعة الجلد ولا يرجع إلى النظام الغذائي والرياضة لبعد العملية؟ هلا طبيعة الجلد لها دور كبير. في بعض الناس طبيعة جلدهم منيحة، يعني فيها مرونة عالية. أيوة بالضبط. فممكن ينفد بدون ما يصير معه ترهلات، وبرضه بيرجع على نسبة السمنة. هلا اللي عنده مثلا وزن زايد 30 40 كيلو ممكن ما يحتاج أي عمليات سمنة في المستقبل، بس مثلا شاب زي هذا نزل 100 كيلو يعني دكتور، أثناء وجودي عندك في العيادة وكان المريض موجود معانا، شفت قديش الوضع مختلف عن جو العمليات، قديش أنت كطبيب تتعامل معه بنوع من الدعم النفسي ما قبل العملية.
تهيئه نفسيا وبنفس الوقت تهدئ من اي ضغوطات ممكن تكون موجوده لديه من اجراء مثل هذه العمليه. قد ايه الدعم النفسي يلعب دور في حتى انجاح عمليه شد الترهلات او حتى اي عمليه جراحيه تجميليه اخرى؟ يعني انا بحكي انه الانسان المتفائل دائما اموره تمشي. انت دائما متفائل. انا دائما بحاول. والمريض كمان بكون عنده مخاوف، وطبعا مخاوف طبيعيه. احنا بنحاول انه هاي العمليات فيها بعض المضاعفات بس مش كبيرة إذا تصوت ضمن الأصول الطبية المتعارف عليها. فإحنا بنحاول أنه ندل المريض أنه نعمل هيك واحد اثنين ثلاثة وتمشي الأمور، في الغالب تمشي الأمور. طبعا هذا لا يغني أنه الجراح لازم يلتزم، يعني فرضا غلط هاي العمليات تتسوى أنه عملية مدتها 8 ساعات 9 ساعات شوي طويلة المدة، إحنا بنحاول دائما نختصرها لست ساعات. هذا أحسن إشي موجود. لما نكون مختصرين عملية لست ساعات نسبة حدوث المضاعفات زي أي عملية متوسطة، يعني ما في إشي كتير. فهذا هو طبعا. دكتور، ممكن بعد ما تنتهي عملية جراحة السمنة تكميم تحويل مسار إلى آخره، يجيك المريض بعد كم شهر يقول لك أنا بدي أخلص من هذه الترهلات، قديش المدة الزمنية اللي تحكم فيها بأنه أنت الآن مهيئ بأنك تجري هذه العملية أو انتظر شوي؟ أوكي، هلأ سؤال جيد طبعا ممتاز. هلأ إحنا دائما نفضل يكون أول شيء يفقد نسبة كبيرة من الوزن الزائد. هلأ بعد ما يفقد الوزن الزائد إحنا بنفضل دائما أنه هذا يستقر 6 شهور على هذا الوزن وبعدين نسوي العملية. عمليات جراحة السمنة تظهر نتائجها بين 6 شهور والخمس سنوات على ما أعتقد. إذا كانت فتاة ومقبلة متزوجة ومقبلة على الحمل ممكن تجري هذه العملية؟ لأنه بعض فتيات لما طرحنا سؤال عبر السوشيال ميديا قالوا نخاف من هذه العملية لأنه ممكن تعيق علينا الحمل مستقبلا. معلومة صحيحة أم غير صحيحة؟ والله أنت أوكي آيات، يعني أسئلتك دائما الناس بيسألوها صحيحة. هلأ شوفي، هلأ هاي العملية ما بتأثر على الأحمال المستقبلية. الحمل المستقبلي ممكن يأثر على نتيجة مثلا عملية شد البطن. طيب فإحنا بنحكي إنه والله إذا أنت مفكرة مثلا البنت بدها تعملها وفكرة بدك يصير حمل في السنة القدامنا، لا بفضل إنه يسوي العملية بعدين. إذا كانت المريضة أو المريض غير راضين تماما عن النتائج يقول لك لا كمان بدي أشد، أو مثلا صار في سمنة مرة ثانية وصار في ترهل، هاي تكرار الحميات الغذائية، نقدر نسويها مرة ثانية العملية؟ نعم، بس بضل انه احنا ما بنفضل المريض اللي بضل يعني وزنه هيك يويو طالع نازل. بس ممكن نسوي له، بس يعني هو كمان اللي بيسوي هاي العمليات لازم يتاكد انه يعني شوي زي ما تحكي مستقر الوزن عنده. الان السؤال الاخير اللي راح اختم فيه حديثي معك دكتور، بما انك جراح تجميل، دائما الناس تخلط بين مفهوم جراح التجميل وجراح السمنة. يقول لك أنا سمين أتجه لجراح التجميل ولا أتجه لطبيب الجراح السمنة، كيف يقدر يقيم حالته؟ من هي الوجهة الأولى؟ طيب هلأ عمليات التجميل كلها ما لها علاقة بفقدان الوزن. عمليات التجميل بشكل عام الهدف منها تحسين تناسق الجسم، قوام. أيوة، والقوام. هلأ المريض اللي عنده سمنة مفروض يتجه لجراح السمنة. هلا يفقد الوزن اول شيء، بعدين اذا صار عنده اي مشكله يجينا. فاما انه يجي لجراح التجميل عشان يفقد وزن، لا. كتله الجسم تلعب دور؟ مضبوط، 100. هذا اللي بتحكوا عنه BMI، هي اسمها كتله الجسم. صحيح. هلا احنا بنحاول يكون كتله الجسم طبيعيه قدر الامكان. هلا اذا جانا مريض ناصع كثير، يعني لا بنحكي له ما بقدر اسوي لك شيء. طبعا بحكي ما بقدر اسوي لك شيء، لازم ينزل وزنك بعدين تيجينا إذا لزم إشي. فصحيح 100%. الآن دكتور راح أتركك تجري عمليتك بأريحية حتى ما نعيق عليك الشغل، لكن راح أبقى معك في ثياتر العمليات. أهلا وسهلا فيك. وننتقل بالمشاهدين إلى فقرة أخرى.